ليك حبيبي عماد، بأول السنة طلب زيادة على الراتب. هيك رأيك؟ لازم تطلب طبعا، ليش مو من حقك؟ من الصبح للمساء مو انت يلي عم تضل تركض وراه مثل المجنون؟ مزبوط كلامي؟ بلا، عم يفلح علي فلاحة. انت هلا طالبه بزيادة بالراتب. وبعدين خلينا نستأجر بيت يكون أحلى من هاد بكتير. شو؟ بيت أحسن من هاد؟ عم تحلمي؟ مفكرة رح يزيدوا 10 أضعاف ولا 100 ضعف على الراتب؟ قديش متوقع يزيدوا؟ لك شبك عماد؟ ممنوع أحلم يعني؟ ممنوع الحلم علي؟ شو ناقصني أنا؟ يا الله دخيلك، إذا أنت قبل ما يجي البيبي طلبت زيادة براتبك وصار عندنا بيت أحلى من هاد، وين المشكلة؟ ما حيكون أحلى حبيبي؟ أحلم بلا طبعاً. روقي شوي حبيبتي روقي، الله كبير أم اللول. إيه الله كبير، روح الله يرزقك ويفتحك وشك. أكيد هذا صاحب البيت. لك تعقد من صاحب البيت. حبيبي نحن دفعنا الإجرة هالشهر. قلتي لي دفعناها ما؟ إيه دفعناها. مين بده يكون؟ ليزا، لك ليش ما عم تفتحوا لي الباب؟ لك هاي فتون. قومي حبيبتي قومي، لك شو جاب هي البنت لعنا هلا؟ أكيد صاير مع شي لفتون. أنا حاسة أكيد صاير شي. في شي فتون؟ شبكي انتي منيحة؟ منيحة ما فيني شي بنوب. ايه فوتي لجوا. لا ماني فايتة. شو صاير معك؟ من الآخر قديش معكن مصاري؟ بدي المصاري هلأ، كتير مضطرة. مصاري؟ هذا أكيد رح يلبق لك. ما ضل غير إنه أنت تجي لعندي جنبك. شو يعني ما معكن مصاري أنت وياه؟ شو عملتوا بكل هالمصاري؟ يعني من مصاري بيتي ما صفي شي؟ ولا شوي صغيرة ولا حتى قرش لحتى تعطوني اياه؟ عماد فهمني، انت مو بلشت تشتغل؟ فتون اهدي شوي علينا، كان علينا ديون وهلأ خلصنا منهم. بدك ما تواخذينا ولهلأ عم ندفع اجرة البيت القديم مو حبيبتي؟ فتون فهميني، انت شبكي؟ شو صاير معك يعني؟ شو بدك تعملي بالمصاري؟ بدي وفي ديوني. بدك توفي ديونك؟ لمين؟ لمين بده يكون يعني؟ لجان، كان جاييني شوية مصاري وكنت رح حطهم على بعضهم لحتى أوفي كل ديونه وأخلص. اف، ليش أنتو ما كنتوا عاملين اتفاقية بخصوص هالبيت فتون؟ ايه وأصلا هاي هي المشكلة، أنا بدي أخلص رح موت. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.